التشميسة غيرت لون شعرك انت وباسم مرسي في اخر مباراة للزمالك بالدوري، الفكرة كانت ازاي؟ والله هو هي الفكرة كانت فكرتي، يعني كنت شايف ان هي هتبقى هتعمل يعني لقطة كده واحنا بنحتفل بالدوري، و يعني باسم عملها وبعد كده انا كانت فكرتي ان باسم يعملها، لما باسم عملها وعجبتني فرحت عملتها انا كمان، فكانت شكلها حلو يعني. وعملتوا ايه في الملعب؟ ما عملناش يعني احتفلنا بيها في الدوري ويمكن الصور اللي بتنزل لحد دلوقتي بتاعت الاحتفال في الدوري بتنزل بنفس الصور يعني، فحاجة عشان كده بتتنسيش. باكورد حازم امام الكبير قال عليك في تويتر انك بتقلب رونالدو قدام الزمالك، وليس دي ماريا زي ما بيشبهوك. لا هو الموضوع بس ان يعني يمكن كذا مرة كنت كابتن حازم كان بيكون في الاستوديو وانا بكون في ماتشات الزمالك يعني جايب جون او جايب جونين، او فهو يعني حب بقى ان هو يشبهني يعني برونالدو مش بدماغي يعني. لكن انا طبعا يعني كابتن حازم على المستوى الشخصي انا بحبه جدا، هو يعني من الناس اللي بتتكلم عليه كويس، وانا يعني بكون فرحان ومبسوط لما هو بيتكلم عليه كويس لان ده حاجه شرف لي يعني كابتن حازم ما يشكر فيا. بس هو يمكن يكون التويته دي يعني انا ما عنديش تويتر، لكن عرفت يعني التويته دي ممكن تكون التويته دي هي اللي خلت جمهور الزمالك شويه يركز معايا يعني. بس لا مش رونالدو ولا حاجه والله، يعني هو بيبقى فيه توفيق ومش اكتر يعني. شفت تصريح كابتن طارق يحيى بعد ماتش الزمالك بتاعنا ربنا نصرنا؟ والله بص اقول لك حاجه، انا كنت في الماتش ده بعد ما خلصنا وروحت بعدها بفتره كده ابتديت الاقي ايه كوميكس كده على التصريح ده، بس ما كنتش عارف مش فاهم يعني، بس جبت الفيديو فشفت بقى شفت بقى التصريح، بس مش عارف يعني كابتن طارق ساعتها مش عارف ليه عمل كده، بس انا بعد كده عرفت ان هو كان عنده ضغوط وحاجات كده. مفيش حد من اللعيبه نكشوا ساعتها؟ لا مش عارف والله دي مش فاكر ساعتها، بس هو لما انا شفت الكوميكس يعني قبل بقى يعني لو حتى كنت حاولت انكشه كان هو بقى يعني كان ماشي خلاص يعني.